هو سؤال يعني بيشغل كثير من الناس وخاصة المصريين، ايه اللي بيحصل في السنة دي لليفربول؟ هل فين الغلط بالظبط؟ هل في الحالة الدفاعية، ارنولد هبوط مستواه، هل في نص الملعب هندرسون مش قادر، هل حتى على المستوى الهجومي انتقادات على محمد صلاح، هل غياب او رحيل ساديو ماني عن ليفربول ادى لهذا الانهيار؟ أسئلة كثيرة جدا جدا، والنهاردة هيجاوب لنا عليها بالتكتيك وبالتفصيل وبالنواحي الفنية والتكتيكية نجمنا محمد الباز. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير حضرتك كابتن هاني. السؤال زي ما أنت بتقول كده، ويمكن قبل الهوا بنتكلم كثير من الناس حتى على مستوى طبعا مشجعي ليفربول في إنجلترا، لكن كمان المصريين، إيه اللي بيحصل وإيه مشاكل اللي بيواجهها ليفربول؟ صحيح، هو موضوع شاغل العالم كله وخاصة المصريين. ليفربول بادئ بداية سيئة الموسم الحالي، هشاشع في الدفاع، على مستوى الدفاع، على مستوى نص الملعب، على مستوى الهجوم، نتائج مخيبة للأمال، بداية مش قوية. بتفكرنا كابتن هاني بموسم 2014-2015، أول 7 مباريات لليفربول أيضا كانت ب10 نقاط، بداية ضعيفة جدا، هزيمة من مان سيتي، هزيمة من أكثر من فريق، أكثر من تعادل، نفس الوضع هذا العام. ولكن في 2014-2015 نهى الموسم في المركز السادس، وده طبعا مش حابين طبعا ليفربول ان هو ينهي بعيدا عن التوب فور طبعا عشان يكون في المقدم. ليفربول اهم المشاكل اللي بيواجهها وبيعاني منها هذا العام هي مشاكل دفاعيه، هناك هشاشه دفاعيه كابتن هاني. ايوه، على مستوى المنظومه، على مستوى الافراد زي ما قلت، يمكن ارنولد كان بيعاني شويه او ما زال يعاني. صحيح. لكن عندهم كافراد كلهم نجوم كبار وكلهم مدافعين، لسه الموسم اللي فات كان طبعا افضل خط دفاع في انجلترا. في التحليل، في التحليل دايما يا كابتن هاني لما نيجي نحلل بنمسك على مستوى المنظومه الدفاعيه وعلى مستوى الافراد وعلى مستوى الفريق ككل. تمام. لو هنركز على مستوى الافراد، هناك المشاكل ليست كبيره بشكل فردي، يعني مثلا ارنولد المشاكل اللي هو بيقع فيها، طبعا فان دايك المشاكل الكبيره اللي هنعرضها النهارده اللي بيقع فيها ليست مشاكل ارنولد بالاخص، ولكن هي مستوى شخصي او تحليل شخصي اكتر، يعني في حاجات ذهنيه، مشاكل ذهنيه مأثره عليه. المنظومه كمنظومه دفاعيه كابتن هاني لا، فيها مشاكل كبيره جدا. ان هم بيلعبوا مع بعض، ما فيش تركيز، ما فيش تمركزات بالشكل الصحيح. انت بتتكلم على التغطيه، على المساحات، التغطية، على المساحات، عدم التركيز ايضا، عدم الغلق المساحات، زوايا التمرير، عندنا مشاكل كتيره جدا. طب اشرح لنا، ابدا اشرح لنا محمد. نبدا بقى في الحالات ونخش نشوف مع بعض. هنبدا اول حاله، ده طبعا المباراه الاخيره، نبدا بيه. طبعا هو على طول بدأ معانا. بص يا كابتن هاني، احنا الكرة هنا في نص الملعب، شوف احنا بنبص على خط الدفاع، ارنولد فين، بنشوف فان دايك، بنشوف طبعا ماتيب، بنشوف هنا لاعب في النص الملعب واقف. كان ماتش نابولي اللي خسر 4-1 في الشامبيونز ليج، ليفربول خسر 4-1، اللاعب هنا بكل ارتياحيه واقف في نص الملعب، واقف ما بين الخطوط، يعني جدا ما بين الخطوط، بيستلم نص. بص يا كابتن هاني، هنا التمركز، يعني اللاعب هنا لاعب نابولي في ظهره، احنا سبوت عليه بتورينا، ما فيش التغطيه، العين مش عليه، ما فيش السكان، انا ازاي امسك المدافع واقف، المهاجم واقف عليه بالشكل الصحيح. والدليل معانا الكره لما اتلعبت استلم هنا بكل ارتياحيه، هنكمل في الصوره اللي بعد كده بتورينا ازاي اتلعبت الكره في العمق ما بين كل الخطوط، اترمت في العمق، اتحرك المهاجم نابولي من خلف المدافع اللي احنا شفناه، كان ماتيب بدا يخش في العمق وكمل بسرعته، واجه طبعا اليسون بيكر. هنشوف بعد كده الصوره بتورينا، يعني هو كمان اليسون بيكر دخل ما عرفش ان هو يقفل الصوره او يقطع الكره بسرعه المدافع، عدى منه المهاجم رقم 9 نابولي، عدى منه وشاطها الكره طبعا. طبعا دي جت بره، بس كان هجمه بتورينا نفس المشكله. طيب. نفس المشكله هنا، عايزين نقف هنا في البدايه، شوف الخطوط، التمركز، واقفين على خط يعني عرضي، شكل طبعا فلات زي ما احنا شايفين، ولكن في مساحات كبيره جدا ما بينهم، كلهم بيبصوا على الكوره، ما فيش حد مركز في ان هو يمسك اللاعبين او المهاجمين. نفس الكوره هنا كابتن هاني، يعني مهاجم النابولي معاه الاثنين هنا، قطع الكوره بفنت، وهنشوف هنكمل ازاي ان هو خدعهم ودخل وباص الكوره هنا على خط المرمى. نكمل مع بعض عشان نشوف هم لعبوها ازاي، دبل باص وضربوا العمق، ضربوا خط الدفاع. ده طبعا يعني انت بتتكلم على فريق كبير زي ليفربول، عدم التركيز بشكل كبير والعشوائيه في التمركز، انت بتعمل دبل باص ما بين 4 لاعبين في مساحات ضيقه. احنا بنتكلم الدبل باص ده اتعمل زي ما احنا شايفين تقريبا 2 4 6 8 لعيبه من ليفربول، خلينا في اللعيبه اللي في ال 18، بتتكلم على 7 لعيبه في ال 18 ويتعمل عليهم دبل باص عشان يكون بعديه انفراد
كامل طبعا. لو كمان لو هنكمل خلاص ضرب اللاعبين وخد المساحه وانفرد في وش وجه المرمى وكمان عمل عرضيه يعني يعني لو هنقف هنا هنشوف التمركز هنا من هو من هنا قادر انه يجيب جون يعني، بس هو كمان هو عمل عرضيه وجاد جون يعني. ايوه طبيعي يعني هو كان لو عايز يسجل يسجل يعني. صحيح، ده بيورينا كمنظومه دفاعيه مشكله كبيره جدا، عدم الترابط الخطوط ما بينهم، عدم الكونكشن اللي بيحصل ما بينهم زي ما كنا شفنا في المواسم الماضيه. يعني عندنا حالات كتيره جدا بتورينا ازاي نفس الفكره يعني، كل الحالات دي بتتكلم على ان في يعني الحاله الدفاعيه وخاصه لافراد الاربعه اللي خط الدفاع بتاع ليفربول مش أرنولد مركزين. ارنولد طبعا عنده مشكله كبيره، عنده مشكله كبيره ازاي هو بيتضرب يعني. ده مثال لارنولد ضرب من هنا كابتن هاني من ناحيه اليمين كباك يمين، دخل المهاجم جو او الجناح الشمال لنابولي قطع الكوره زي ما احنا شايفين، وحتى لو في كادر كده بيوريك ازاي هو حط المدافع في ظهره وخد الكوره بكل ارتياحيه وبقى واصبح في مواجهه المرمى. المنظومه ديت كلها كابتن هاني زي ما اقول في هشاشه، عدم ترابط ما بينهم، هو ده مسبب سبب كبير جدا على ليفربول. السبب الثاني ليفربول دايما بيواجهه كمشكله كبيره جدا مشكله نص الملعب، يعني ناس كثيره بتتساءل طيب يعني هو ليه ايه المشكله كمان في نص الملعب؟ المشكله في نص الملعب نص الملعب اصبح مستنزف تماما، يعني بنشوف هندرسون، بنشوف الكانتارا والاصابات الكثيره اللي حصلت لهم في الفتره الاخيره، الاعتماد على هارفي مكان هندرسون عشان يقوم بالدور دوت ما قدرش، لاعب لسه صغير يعني 18 19 سنه ما قدرش بخبراته ان هو يقدر يساعد محمد صلاح. عارفين دور هندرسون دايما في التغطيه ان هو لما ارنولد بيزيد محمد صلاح بيخش في العمق، ودايما هندرسون هو اللي بيقدر نغطي ارنولد، وده اللي هنشوفه طبعا في ماتش مباراه رينجرز. دي طبعا ده مثال تاني ان بيلعبوا يعني الديفنس العالي، ديفنس عالي قوي الطريقه، وان انت لو ديفنس عالي يبقى انت لازم متاكد من ان حتى على مستوى ظهرك لازم يكون في تغطيه عكسيه. صحيح. ولو التغطيه العكسيه مش موجوده يبقى ما تعملهاش، يبقى في ترحيل وانك تصبر شويه. لكن طبعا مباراه نابولي بالذات كانت باينه قوي ان في شكل كبير، في شكل من اشكال المشاكل الكبيره للخط الدفاعي. ارتياحيه كابتن هاني، ارنولد بعيد تماما، اللاعب المهاجم يخش ويقطع وتتلعب له الكره بكل ارتياحيه يكون في مواجهه المرمى. لا يعني في مشاكل كبيره جدا على مستوى مباراه نابولي في تشامبيونز ليج، وايضا في مباراه برايتون في التعادل 3-3. انا يعني عندنا امثله كتيره جدا لو دخلنا بسرعه في مباراه برايتون وهنشوف. دي مباراه طبعا كان يعني هندرسون هنا يعني في نص الملعب عدم التركيز، بط عليه الكره كانت مردوده، كان ممكن ان هو يطلعها يخرجها بشكل افضل من كده، يعني دخل عليه بقوه طبعا هنا نص الملعب لبرايتون، قطع الكره بكل ارتياحيه وهندرسون اصبح كده في وضع يعني. ما خلي بالك دايما في الصور اللي بتوقفها فيه هو في كثافه عدديه لفريق ليفربول، يعني العدد موجود ولكن التمركز وعدم. صحيح. التركيز، عدم التركيز التمركز ده زي ما قلنا يعني ذهنيا بعيد تماما يا كابتن هاني، في هنا تشتت وهشاشه. الكره اتلعبت بكل ارتياحيه هنا وخلاص اصبح في مواجهه المرمى. امثله كتيره جدا يعني، احنا نشوف برضو مثال سريع ناحيه اليمين عند الباك اليمين عند ارنولد وبدايه ايضا الهجمه، نفس الكلام دايما ما فيش تركيز، بيقفوا فلات، بيبقى في كثافه عدديه ولكن عدم التركيز في التمركزات او في الغلق المساحات او حتى في ان هو يمسك على المهاجمين. نفس الكره اتلعبت في ظهر واقف، ما فيش اي رياكشن منه سريع، يعني ده عامل مؤثر جدا شفناه في المباريات الاخيره. صحيح. تاني برضو الصورة تقف هنا برضو هتلاقي 5-3، يعني في زيادة عددية من لعيب ليفربول ولكن التمركز غير صحيح، و التمركز ده كمان بيبقى جزء من الثانية بالنسبة طبعا للمدافع، اتحرك متر يمين متر شمال ارجع ورا متر، فكل ده بيبقى يعني في وقت قليل جدا واضح جدا ان عندهم مشكلة في التمركز وخاصة في الكرات اللي بتتلعب بالعرض بشكل او باخر. صحيح، سواء الكرات العرضيه او الطوليه، التفكك ما بين الخط الدفاع او قلب الدفاع مع ارنولد كباك يمين، ده مشاكل متكرره كتيره جدا شفناها كابتن هاني من اهم العوامل اللي اثرت عليها. نفس الكلام لو الارتداد زي ما قلنا في النص الثاني، عدم وجود طبعا الكانتارا وهندرسون المباريات كتير، حتى البديل بتاعهم سواء كان نابي كايتا سواء تشامبرلين عندهم اصابات، نص ملعب مستنزف تماما، حتى يعني الحلول اللي استخدمها يورجن كلوب للاسف. طب بنتكلم احنا طبعا انت بتتكلم يعني تكتيكيا بشكل اكتر من رائع، لكن كمان المصريين عايزين يطمنوا على محمد صلاح. صحيح. يعني محمد صلاح اكيد بيتاثر باداء المجموعه وما بيلعبش لوحده. صحيح. وبالتالي انت شايف محمد صلاح ازاي؟ هل سيعود محمد صلاح سريعا ام
هيبقى الامور هتبقى بالنسبه له صعبه السنه دي. طبعا المصريين اصبح في مخاوف بوجود هالاند واللي احنا بنشوفه. صحيح. لا محمد صلاح هيرجع تاني، والدليل على كده بدايه من مباراه الرينجرز الشامبيونز ليج الاخيره وفوز ليفربول 2-0. ايه اللي حصل في المباراه ديت؟ يورجن كلوب غير طريقه اللعب، لعب 4-2-3-1 بدل ما دايما كان بيلعب 4-3-3، 4-2-3-1 طبعا بوجود دلوقتي هندرسون، وشفنا ازاي هندرسون اصبح يغطي ارنولد كابتن هاني من ناحيه اليمين، في حاله تقدم ارنولد اصبحت في مساحه او فرص لمحمد صلاح ان هو يخش في العمق. احنا بس عايزين نقف لو الشباب يعرضوا معانا هيت ماب سريع هنوري محمد صلاح كان هو طبعا ماب. هنا برضو يعني كان موقف دفاعي غلط، لكن خلينا نتكلم على صلاح عشان وقتنا نلحق برضو نتكلم على صلاح، لان الناس مشغوله جدا باداء محمد صلاح. صحيح. هل محمد صلاح سيعود مره اخرى لتالقه مره ثانيه؟ يعني احنا عندنا صوره هنا بتورينا محمد صلاح كان بهيت ماب في السنه اللي فاتت والسنه دي ازاي في ارضيه الملعب. دايما كنا بنقول مشاكل نص الملعب في التغطيه على وجود ارنولد والتغطيه العكسيه زي ما شفنا اثرت على محمد صلاح ان هو ما بقاش الطرف اللي كان بيتعمل دي كانت هيت ماب على دي بتاعت 2022 الموسم الماضي. الماضي لو احنا نقعد الثانيه في هيت ماب ثانيه بتورينا ده الموسم الماضي، سوري ديت الموسم الماضي. بتورينا بقى محمد صلاح كان بهيت ماب ازاي بيخش كانسايدر ويقطع يخش جوه، كان بيغطيه زي ما قلنا هندرسون او طبعا زياده ارنولد بيساعد محمد صلاح في احراز فرص كتيره سواء على ناحيه الاسيست او ناحيه التسجيل. الصوره اللي قبلها الهيت ماب اللي قبلها كانت من السنه دي، يعني في واضح كبير جدا. خلي بالك كمان عشان الناس تفهم الصوره لما بتغمق الصوره الحمراء ده كثافه في تواجد في هذا المركز، يعني كل الاحمر ده في كثافه كبيره جدا جدا في تواجد محمد صلاح. النقطه المهمه ان الكثافه دي كانت موجوده داخل ال 18 في الحته اللي بيحب محمد صلاح فيها ان هو يحط الكره بشماله يصنع او يسجل. دي بقى السنه دي مفيش كثافه، يعني تحس ان فعلا فاضيه، وعدم وجود محمد صلاح داخل ال 18 في اوقات قليله اول يا دوبك الشادو لناحيه اليمين ده بيأثر على العمليه التهديفيه. طبعا. بيأثر على تقديم محمد صلاح لافضل ما يملك وهو تسجيل الاهداف يعني. والاجابه على سؤال حضرتك هل هيعود محمد صلاح؟ نعم. معانا مثال تاني دلوقتي بيورينا في الماتش المباراه الاخيره محمد صلاح احرز او يعني ساهم في صناعه 6 فرص محققه، 6 فرص هو بنفسه سجل 3 فرص على المرمى وصنع فرص واحرز هدف. يعني محمد صلاح كان ليه وجود اكبر زي ما قلنا. هي دي اللي بتورينا كابتن هاني الماب معانا هنا بتورينا قد ايه محمد صلاح عنده 3 شوتس على المرمى، 3 فرص صناعه فرص تشانس كرييتد، هنا عنده هدف عنده اسيست. محمد صلاح كان باين بشكل قوي، ده بيقول لنا تغيير طريقه اللعب 4-2-3-1 ان احنا بنلعب محمد صلاح وجوتا، وكان طبعا معاهم لويس دياز وقدامهم نونيز ومساهمه طبعا الكانتارا وهندرسون وراهم في التغطيه في حاله طبعا تقدم ارنولد. شفنا مشاكل قلت كل المشاكل. صحيح. اللي احنا عرضناها من شويه الدفاعيه او نص الملعب على خط على الباك اليمين مع ارنولد اتحلت بشكل كبير جدا. ارنولد اللي خد حريه في الحركه والهدف الهدف اللي جابه كان اختير طبعا من التشكيله الـ يعني الرئيسيه او التشكيله المثاليه لهذه الجوله.